أحياناً كتيرة نكون محتاجين نتواصل مع الجراح بتاعنا بعد أي عملية جراحية، بس في الأغلب بيكون صعب نرتب ده وقت ما احنا عايزين. وعشان أنا عارف قد إيه ده مهم لأي مريض بعد أي عملية جراحية، قررت أوفر خدمة الاستشارة عن بعد مع الدكتور أسامة عبد الحكيم، اللي من خلالها هنتقابل وأجاوبك على أي حاجة أو أي سؤال قلقك بعد العملية الجراحية. كل المطلوب منك وقت ما يكون عندك أي استفسار مهم بعد العملية، تبعت رسالة على الواتساب بتاع العيادة. بعدها هيقوم الفريق الطبي بالتواصل معاك وترتيب يوم وساعة نتقابل فيها على النت، وقبل الميعاد اللي تحدد لك بخمس دقايق هتوصلك رسالة على الواتساب بتاعك فيها لينك. بمجرد بتضغط على اللينك ده هتدخل على البرنامج أشوفك وتشوفني فيه، وفي المقابلة دي هجاوبك على أي شكوى أو أي استفسار خاص بالعملية، وربنا هو الشافي المعافي.